انتي فاكره اللي بتعمليه ده هيفرق ما بينهم وانه هيرجع لك بعد كده؟ وليه لا يا طنط؟ انا اولى بيه، انا اللي ام ابني وابنه محتاج له، بدل ما اعيش في الدنيا دي وحيد من غير اب. ربنا يخلي له ابوه وما بيتاخرش عنه في حاجه. ايوه بس ما بيشوفوش كل يوم، مش عايش معاه. طنط انا تعبت من دور الام والاب اللي بعمله ده. بعدين يونس اتغير خالص، بقى بيكذب طول الوقت ويألف ويخترع حاجات ما حصلتش، ولما بقرص عليه عشان اربيه بيهددني انه هيروح يقول لابوه ان انا بحرقه وبلسعه وبضربه. انا بجد ابني اتحول لمريض نفسي، انا عايزه اوديه لدكتور نفساني. تعرفي دكتور نفساني يا مريم؟ هسألك على دكتور. تسألي ايه؟ الولد زي الفل. اسمعي يا نرمين، لو انت مش قادره تربي الواد سيبهولي، اربيه زي ما ربيت زياد ونادر. كنت لوحدي وما كانش معايا راجل، وطلعت اتنين رجاله بسم الله ما شاء الله، واحد دكتور قلب والتاني استاذ في الجامعه ومترشح يبقى وزير. انا اعرف اربي يونس كويس واطلعه راجل محترم زي ابوه وعمه. انا موجوده في الدنيا يا طنط، حسي في الدنيا وربي ابني، وان شاء الله اطلع ابني زي ابوه واحسن كمان. وحضرتك يعني ربنا يخليكي لينا. بعتني البعثة السودة دي يا بنت. فهمي، امها قاعده عندها في البيت وهي مش عايزاها تشوفك ولا حد يعرف حاجه عن اتفاقكم. اصبري، كلها كام يوم وهي تحمل وامها ترجع بيتها، وساعتها تقعدي معاها على رواق. للمره الالف يا شيري بسالك، انت ضمنها الست دي؟ عيب عليكي. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.